مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. تقدم كبير على خط تأليف الحكومة، وميقاتي قد يعود إلى بعبدة غدا. جعجع يسأل أين التدقيق الجنائي، والأو تي في تجيب في تقرير خاص. التحقيقات القاضي عون تحرز تقدما، فماذا في التفاصيل والمواعيد؟ أهالي شهداء المرفأ يلتقون المحقق العدلي ومذكرة أحضار في حق دياب. التوتر الأخير بين فنيدق وعكار العتيقة، هذه هي الرواية الكاملة. الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب، وعلى حساباتنا على مواقع التواصل تويتر، فيسبوك وإنستغرام. إن شاء الله خير، كلمتان اختصر بهما رئيس الحكومة المكلف حصيلة المشاورات في ملف تشكيل الحكومة، ويرددهما معه جميع اللبنانيين على أمل ولادة قريبة لحكومة قادرة على مواجهة التحديات. لكن إلى جانب إن شاء الله خير، أكثر من إن شاء الله أخرى يأمل فيها اللبنانيون، إن شاء الله دستور وميثاق ومعايير واحدة لتحظى الحكومة المقبلة بالتفاف وطني ضروري لمقارعة الأزمة، إن شاء الله خطة واضحة للخروج من الأزمة حتى لا يضيع مزيد من الوقت ونتكبد مزيدا من الخسائر، إن شاء الله إرادة إصلاح حتى لا يبقى الأمر شعارا خاليا من أي مضمون، إن شاء الله تدقيق جنائي حتى لا يضطر سمير جعجع مستقبلا إلى توجيه أسئلته مجددا في الاتجاه الخطأ كما فعل اليوم عندما سأل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال أين أصبح التدقيق الجنائي، وفاته أن يسأل رئيس المجلس النيابي ووزير المال وحاكم مصرف لبنان وسائر المعنيين عن الموضوع. إن شاء الله قضاء حتى تتمكن التحقيقات في الملفات المالية من بلوغ خواتيمها العادلة بلا تمييع، وحتى تصل العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى بر الأمان. إن شاء الله أمن حتى لا تتكرر الأحداث المؤسفة المتنقلة بين المناطق كتلك التي شهدتها الساعات الأخيرة بين فنيدق وعكار العتيقة، أو التي سبقتها في خلده وقبلها الشراونة وقبل كل ذلك في عدد كبير من المناطق على مساحة الوطن. إن شاء الله أخلاق حتى لا يضطر مرضى السرطان وغيرهم إلى الاعتصام طلبا للدواء، فيما المحتكرون يسرحون ويمرحون ويختبئون من المحاسبة بذرائع واهية. والأهم حتى لا يضطر رؤساء بعض الأحزاب كسامي الجميل مثلا إلى إدخال هذا الموضوع الإنساني المحق في سياق تغريداتهم السياسية وربما حملاتهم الانتخابية المبكرة. إن شاء الله ضمير حتى لا يحرق اللبنانيون ساعات من حياتهم على طوابير المحروقات، فيما كبار القوم من زاعمي العفة السياسية والفارين من وجه العدالة يخزنون ملايين اللترات لبيعها على السعر الأعلى ربما على سبيل الفاندريزنج، فيما كانوا في الماضي يلفقون الاتهامات لخصومهم في السياسة تحت شعار المازوت الأحمر أو سواه. وللمناسبة فقد أعلنت قيادة الجيش اليوم في بيان أن دورية من مديرية المخابرات ضبطت أمس هنجارا في منطقة زحلة يعود للمواطن ألف صاد، يحتوي خزانا مموها بداخله 54 ألف لتر من المازوت وصهريج غاز سعة 12 طنا، وقد تمت مصادرة المضبوطات بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية. في النتيجة فلنردد جميعا مع الرئيس المكلف اليوم إن شاء الله خير، عسى أن تترجم مقولة تفاءل بالخير تجدوه هذه المرة على أرض الواقع، وتنتقل من القول إلى الفعل. أنا
المحفوره اللي جويتها سحبناها باين عليها علام البنزين الفولي. قد ايه هذا يا حاج عندك بنزين فيه؟ 4000. 4000؟ بداية نشير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا منذ بعض الوقت كل القادة السياسيين في لبنان إلى تشكيل حكومة فاعلة بشكل عاجل. وكان رئيس الحكومة المكلف زار قصر بعبدة اليوم، وحصلت اللقاء مباشرة مع الزميلة غريس مخايل. غريس يعطيك العافية، صار في تقدم باللقاء اليوم بعد في عقبات تحول دون تشكيل الحكومة؟ كل التفاصيل معك. بالواقع ريتا نعم، لا تزال هناك عقبات تحول دون تشكيل الحكومة، وإلا كنا شهدنا ولادة الحكومة اليوم، خصوصا أنه الرئيس نجيب ميقاتي وفي اللقاء 13 بينه وبين رئيس الجمهورية قدم طرح جسم متكامل بحسب ما وصفته مصادر مطلعة على أجواء بعبدة، أنه المهم اليوم أنه الرئيس ميقاتي قدم جسما متكاملا لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يبحث فيه ويتم العمل على تذليل العقبات المتبقية لولادة تشكيل الحكومة. وبالواقع هناك مصادر مطلعة على أجواء بعبدة أكدت للأو تي في أنه خلال اللقاء اليوم هناك وزارات كان عليها علامات استفهام، فحصل اقتراح أسماء بديلة من الطرفين لتقريب وجهات النظر. وربما الأهم هون أو أكثر الوزارات التي كانت تشكل عقدة محددة كانت وزارة الداخلية، خصوصا بعد ما اعتذر اللواء بصبوص عن تولي منصب وزير الداخلية، فيجرى العمل ويجرى البحث على أسماء بديلة مقترحة تكون مقبولة من قبل الطرفين. أيضا المصادر المطلعة على أجواء مبدأ قالت للأو تي في تم الحفاظ على توزيع الحقائب بالحد الأدنى إلا إذا فرض تغيير الأسماء تغيير لحقائب محددة، وبالتالي يعني الحقائب الموزعة طائفيا بقيت على توزيع الطائفي، ولكن في طبعا مثل ما قلنا في أسماء يتم البحث فيها، ومن هنا إذا صار في تغيير لأي أسماء بناء على الطائفي يعني يتم تغيير الحقائب للطائفة. مصادر أيضا مطلعة على أجواء بعبدة أكدت أن هناك بعض الأسماء ما من مشكلة حولها، ولكن هناك أسماء بعد لا تزال تشكل جدلا بالنسبة لأي طرف من الطرفين، وبالتالي الأمور لا تزال بحاجة لبحث. وعلى ضوء اجتماع اليوم ستجرى مشاورات، وهناك احتمال لقاء آخر غدا. هذه هي أجواء بعبدة، وأيضا هذه الأجواء أكدت أنه عقدة المردة تمثيل المردة فيها هذه الحكومة قد حلت. المردة كانت تطالب إما بثلاث حقائب إما بوزيرين مرنيين، وقد تم الاتفاق في هذا الإطار على أن يكون هناك تمثيل المردة يعني يكون من خلال وزيرين مارونيين، وزارة الإعلام قد حسمت لهذا الفريق السياسي، وهناك وزارة أخرى يبحث بها ماذا ستكون الحقيبة لهذا الفريق السياسي. أيضا هناك مصادر أكدت للأو تي في أنه عقدة نائب رئيس الحكومة تقريبا قد حلت وقد انجزت، ويعني استخدم التعبير الاسم رح يزمط اسم نائب رئيس الحكومه اللي كان هناك حوله اشكاليه. ايضا ريتا اريد ان اشير الى اني تحدثت مع مصادر الرئيس نجيب ميقاتي، واكدت للاو تي في الجمله اللي وردت بمقدمه نشره الاخبار اللي تلاتيها ريتا، اكتفت بالقول عبر الاو تي في تفائلوا بالخير تجدوه، هكذا قالت المصادر، خصوصي أن الرئيس نجيب ميقاتي وهو مغادرا قصر بعبدة لم يدلي بتصريح رسمي للصحفيين عبر وسائل الإعلام، إنما نحن سألناه هل ولادة الحكومة قريبة؟ قال إن شاء الله خير، سوف تعود غدا دولة الرئيس، جاوب إن شاء الله خير، حملت مسودة دولة الرئيس، قال إن شاء الله خير، يعني كرر إن شاء الله خير 3 مرات، وكان يجيب على حيال السؤال بإن شاء الله خير. وبالآخر وهو مغادرا قصر بعبدة وهو ينتظر سيارته بالساحة الخارجية، سألناه مبين عليك زعلان، وهذا كان انطباع لدى كل الصحفيين هو مغادر إنه بين هيك متجهم الوجه، قلنا له زعلان دولة الرئيس؟ قال لا أنا مش زعلان. هيدي هي الأجواء ريتا، يعني وحدها الأيام المقبلة كفيلة بأن تعطي كل الأجوبة على كل الأسئلة. ريتا إن شاء الله خير. غريس شكرا لك على كل هذه المعلومات. إن شاء الله خير ريتا.
وكان الرئيس عون التقى اليوم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف، الذي أكد بعد اللقاء أن لبنان بحاجة إلى الدعم آملا في أن تكون الأزمة مؤقتة. طراف الذي شدد على أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بكل ما يلزم من أجل المساعدة، لفت إلى تيقنه ومنذ بداية الأزمة ضرورة مساعدة لبنان للتعامل معها. أدعو مرة أخرى أصحاب القرار إلى تشكيل حكومة اتخاذ واتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية لإخراج لبنان من أزمته الحالية. وبمجرد تشكيل الحكومة سيعيد الاتحاد الأوروبي إطلاق المفاوضات حول أولويات شراكاتنا مع لبنان، وسننظر في حزمة مساعدات مالية إذا تم وضع برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي، كما أننا مستعدون لدعم العملية الانتخابية في 2022. يستمر الاتحاد الأوروبي في تقديم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني. يمكنكم الاعتماد علينا في هذا الوقت الصعب، لكن على أصحاب القرار اللبنانيين أيضا تحمل مسؤولياتهم. ما عاد في وقت. قضائيا، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عائئي، ادعى على 3 أشخاص بالتسبب بانفجار خزان الوقود في بلدة تليل في عكار، الذي أدى إلى مقتل عدد من العسكريين والمدنيين وإصابة العشرات. وأسند عائئي إلى كل من الموقوفين جورج إبراهيم وعلي صبحي فرج إقدامهما على تخزين مواد ملتهبة بشكل غير آمن، رغم علمهما بخطورة عملهما وتوقع النتيجة وتعريض حياة المواطنين للخطر والتسبب بمقتل 31 عسكريا ومدنيا. كما أسند إلى المدعى عليه الموقوف جرجي الياس إبراهيم إقدامه على إشعال الحريق. وجاء الادعاء على الأول والثاني سندا للمواد 547 معطوفة على المادة 189 من قانون العقوبات، والمادة 547 معطوفة على المادة 201 من القانون نفسه، اللتين تنصان على الأشغال الشاقة الموقتة. أما الادعاء على جرجي إبراهيم فجاء بالاستناد إلى المادة 591 معطوفة على المادة 587 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة المؤبدة. وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق العسكري الأول بالوكالة القاضي فادي صوان، طالبا استجوابهم وأصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم. على خط قضائي آخر، أهالي شهداء المرفأ يلتقون القاضي طارق البيطار، الذي أشرف أمس على المحاكاة التي أجريت لعملية التلحيم التي أدت إلى انفجار 4 آب، على وقع مذكرة إحضار في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. ورؤساء الحكومة السابقون يرون إثر اجتماع لهم أن قرار بيطار بحق الرئيس دياب سابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية. المزيد مباشرة في اتصال مع الزميلة جوال بيونس. أبدأ هذه الرسالة بالقول أنه هناك تطور لافت على خط التحقيقات في جريمة انفجار 4 آب. اليوم 26 آب كان يفترض أن يتوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى المحقق العدلي ليتم مدة، لكن مع حكومة تصريف الأعمال في كتاب وجهه من حوالي كم يوم عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قال فيه للقاضي بيطار بأنه المرجع الوحيد الصالح لا حتى يتحاكم قدامه هو مجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبالتالي ما في صلاحية للقضاء بحسب الرئيس دياب، وبالتالي تمنع عن الحضور. ما كان أمام القاضي بيطار إلا يستخدم كل الصلاحيات القانونية. فكان لافت اليوم هو إصدار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من قبل القاضي بيطار، مع تحديد موعد جديد هو 20 أيلول للاستماع لدياب كمدعى عليه. ونحن نعلم ريتا مذكرة جلب، يعني بالتعبير القانوني لفسر شوي، مذكرة إحضار أقوى من مذكرة الجلب قانونيا. هناك حوالي قبل ب 24 ساعة من تاريخ الاستماع من 20 أيلول يفترض بأنه يتم إحضاره بالقوة للرئيس دياب لحتى يتم الاستماع له. هذا في البلدان العادية، أما في لبنان لا أدري، وهذا أمر يمكن شبه مستحيل، لأنه شفنا بالسابق
لما تم الادعاء عليه انه كانت غيرة الدين. وبتخيل عم شوف الصور عندما زار الرئيس سعد الحريري يومها وتضامن معه وهو خصوم كان يعتبر له. بأي حال طبعا ممكن نرجع لك خلال وقت قليل. شكرا لك على كل هذه المعلومات. قضايا ايضا التحقيقات، أو قبل الانتقال إلى ملف تحقيقات القاضية غادة عون، نستمع إلى أبرز ما قاله أهالي انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد لقائهم بالمحقق العدلي. نحن اليوم جينا عند القاضي بيتار تنقل له أنه نحن عندنا كامل ثقة فيه، ونحن مأيدينه بكل شيء بيعمله بكل قرار بيطلع فيه. ولكل المطلوبين بقول ما رح نعيد الحكي، وخلصنا من قصة الحصانات وهيك، ما بقى يضحكوا علينا، عم يضحكوا على حالهم. أكتر شي بقول لهم إياه اليوم يعطونا سكوتهم وبس، ما بقى بدنا نسمع حدا منهم عم يحكي، يتركوا القاضي يشتغل، وإذا بيريدوا بكل ذوق وتهذيب يعطونا سكوتهم. حابة أخبرهم إنه نحن أهالي ضحايا وشهداء مرفق بيروت حنضل إيدنا بإيد وحدة، حنضلنا نطالب بالحقيقة والعدل لهون وبس. خليهم يوقفوا يرجعوا عن اللي هني عم يعملوه، نحنا لآخر لحظة حنطالب بالحقيقة ولآخر نفس. قضيتنا ما بتنتسى، جرحنا ما حينضمر، لنضلنا نطالب بالمجرم الحقيقي. مين فوت نترات الأمونيوم؟ مين استسهل وجودها بمرفأ بيروت؟ مين حماها كل هالسنين ومين فجرها؟ حابة أقول كمان للكل، لكل المسؤولين، الحصانات يلي أنتو متخبيين وراها هذه حصانات عار بالنسبة لكم. التاريخ حيثبت أنه أنتو دولة فاشلة بكل معنى الكلمة. أنا بس بدي أقول عن تحركاتنا مستمرة، ولا شيء رح يوقفنا، وكلنا إيد وحدة، ورح يشوفوا اللي ما شافوا بحياتهم إذا الله راد. وجمعة جاي أو اللي بعد عاملين لهم شيء كتير حلو هون قدام العدلية، فالكل ينطرنا بالاجتماع. لا الاجتماع كان منيح، نحن بنجي اجتماعات هون دعم للقاضي بيطار. القاضي بيشتغل بطريقه كثير مضبوطه وقانونيه، وان شاء الله اليومين بنسمع اخبار جديده بتطلع عن مكتب القاضي. نحن كاهلي داعمينه للاخر. نعود الى الزميله جوال بويونس لمتابعه الرساله المتعلقه بمذكره الاحضار التي صدرت بحق رئيس الحكومه المستقيله حسان دياب. جوال رجعنا لك، كنت عم تتحدثي عن موضوع يتعلق بالحمله اللي صارت التضامنيه مع حسان دياب والمواقف اللي اتخذت، تفضلي تابعي. عادي بتصير يعني انقطاع بالكونكشن بالاخر نحن بلبنان. على كل حال ساكمل هذه الرساله. كنت عم اقول انه رؤساء الحكومات السابقون كان في لهم بيان يعني او موقف لافت مما حصل، يقولون انه قرار القاضي بيطار بحق الرئيس دياب هو اهانه علنيه لموقع رئاسه الحكومه واعلان مفضوح عن اداره الملف من اروقه قصر بعبده. حاولنا ان نتواصل مع بعض المطلعين على يعني الجو في قصر بعبده لمعرفه ما اذا كان هناك من رد على هذا البيان. يتريثون ويقولون حتى اللحظه بعد ما في رد، ولكن ممكن الساعات المقبله تشهد رد على ما قاله رؤساء الحكومات السابقين. هذا بالنسبة للرئيس حسان دياب، بانتظار ما إذا كانت فعلا ستنفذ وتطبق مذكرة إحضار بحقه وجلسة الاستجواب في 20 أيلول. سأنتقل من الكلام عن الرئيس دياب إلى الكلام عن المدير العام لواء عباس إبراهيم، وأيضا اللواء توني صليبة من بعد ما كان رفض وزير الداخلية طائد ملاحقة للواء عباس إبراهيم. يعني كان حاولنا التواصل مع مصادر مطلعة جدا في النيابة العامة التمييزية. تقول ما مرتده ريتا بأنه لواء طلب، تم الطلب الاستماع له بصفة شاهد لا بصفة مدعى عليه، ولكن هذا الامر يعني لم يتم. رفضوا القاضي بيطار بحسب المعلومات. اما فيما خص اللواء توني صليبة فكلفت ما قالته المصادر، وهي قالت ما مفاده بانه ما في بعد، لم يتبلغ حتى اللحظه القاضي طارق البيطار اي امر رفض اذن ملاحقه او اعطاء اذن ملاحقه للواء توني صليبة، ولكن معلوماتنا تفيد بانه الاتجاه، اقول الاتجاه لانه هذه معلومات اوليه، بحسب مصادر في النيابه العامه التمييزيه تقول بانه لواء توني صليبة كان تم الاستماع له كمدعى عليه ايام القاضي شادي صوين وتم تركه. وبالتالي تسال هذه المصادر ليش بده يتم الادعاء عليه مره ثانيه؟ هناك ملف من 20 صفحه كما تقول هذه المصادر. والاتجاه اقول الاتجاه، ولكن القرار بالاخر هو للنيابه العامه التمييزيه، ولكن مثل على اسوه ما حصل كمان باللواء عباس ابراهيم.
على كل حال ننتظر مجريات يعني ما سيحصل في هذه القضية، ولكن أريد أن أشير إلى أمر كمان مهم، أنه القاضي طارق البطار كان أشرف بالأمس على عملية محاكاة لعملية تلحين يلي سبقت الانفجار بالعنبر رقم 12 ويلي تخللها إعادة تمثيل تفصيلي لمرحلة التلحين الأخيرة للتحقق ما إذا كان هيدا التلحين له تأثير مباشر بالتسبب بالحريق بالبداية ثم الانفجار. كمان حاولنا التواصل مع مصادر مطلعة على جو التحقيقات، كل هذه المصادر ما نفيدوا ردا على سؤال انه بدل كل المعوقات لسه وبلشنا نشوف يعني بيان رؤساء الحكومات السابقين، اذا القاضي رح يكفي في هذا الملف. تقول هذه المصادر حرفيا انه القاضي بيطار مكفى للاخر، سيستخدم كل الوسائل القانونيه المتاحه له وبالاخر بده يصدر القرار الضمني مهما تاخر كما تقول هذه المصادر، وكله بده يبين. اذا كفى للاخر وسيستخدم كل الوسائل القانونيه. اختم هذه الرساله بالقول بانه اليوم كان في لقاء لاهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مع القاضي طارق البيطار، وخلال هذا اللقاء يعني سمعنا قبل الظهر ماذا قالوا. قالوا انه جددوا الثقه بالقاضي بيطار وطلبوا من كل المدعى عليهم والمتهمين بحسب ما يقولون انه يعيرونهم سكوتهم ويخلوا القاضي يشتغل شغله. على كل حال سنستمع في هذه الاثناء الى ابرز ما قالوا اهالي الضحايا. استمعنا جوال الى ما قالوه اهالي ضحايا الانفجار. شكرا لك على هذه الرساله وعلى كل هذه المعلومات. على خط التدقيق الجنائي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يسأل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال أين أصبح هذا الملف، والجواب في هذا التقرير للزميلة نانسي صعب. غادر ملف التدقيق الجنائي محطة المراوحة ويبدو أنه سلك الطريق السريع لتنفيذه على رغم كل العرقلة والمماطلة التي أخرت تنفيذ قرار مجلس الوزراء حتى الآن سنة ونصف السنة. فمعلومات الأو تي في تؤكد أن شركة ألفاريز أند مارسل وقعت العقد النهائي الجديد يوم الاثنين الماضي في 23 آب بعد تسلمها مبلغ 150 ألف دولار سددته الدولة اللبنانية بندا جزائيا في العقد الأول لعدم تعاون السلطات المعنية مع الشركة أي مصرف لبنان الذي تمنع عن إعطائها المعلومات الضرورية التي تحتاجها لإتمام مهمتها، وذلك قبل قرار مجلس النواب وقانون تعليق السرية المصرفية لعام واحد تنتهي مفاعيله في كانون الأول المقبل، ما دفع الشركة إلى الانسحاب إذن في تشرين الثاني الماضي. وقعت ألفاريز الاثنين إذن، وتسلم وزير المال النسخة الأصلية موقعة الأربعاء. ووفق معلومات الأو تي في فإن وزني أحال مرسوم نقل اعتماد بدل أتعاب الشركة إلى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتوقيع الموافقة الاستثنائية. هنا لا مشكلة بتوقيع أي من الرئيس عون أو دياب فور تسلمهما المرسوم، فالرئيس عون هو عراب التدقيق الجنائي ودياب هو رئيس الحكومة التي اتخذت القرار بإجراء التدقيق الجنائي. وبعد الموافقة الاستثنائية سيحيل وزن المرسوم إلى ديوان المحاسبة للموافقة حيث تعهد الديوان بإعطائه جوابه سريعا وفق ما تؤكد معلومات الأو تي في. وفي حال الموافقة لا يبقى سوى توقيع وزن للعقد مع ألفاريز أند مارسل المحتمل الأسبوع المقبل لتباشر الشركة عملها على الفور، خصوصا أن المكاتب التي خصصت لها في وزارة المال باتت جاهزة. لكن ماذا في حال تم تشكيل حكومة قبل توقيع العقد من قبل وزير المال؟ تشير مصادر قانونية عبر الأو تي في إلى أن لوزن أن يوقع العقد قبل تسليم الوزارة لخلفه، خصوصا أن الحكومة الجديدة لا يمكن اعتبارها كاملة الأوصاف إلا بعد نيلها الثقة، وإلا لا يبقى إلا احتمال الانتظار في حال تمنع وزن عن التوقيع بحجة تشكيل الحكومة. أيا كان السيناريو يبقى أن التدقيق الجنائي رح يبلش على ما يجزم رئيس الجمهورية دائما. غرد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل كاتبا: صار واضح انه يلي عاشوا اخر سنينهم على اتهام نازورا بالمازوت الاحمر والنفط هم حماة الفيول المغشوش وارباب تخزين ملايين اللترات ولو على حساب سلامة الناس. وأضاف: الاحتكار والتشبيح وحرمان الناس من حقوقهم وحاجاتهم الأساسية هو تاريخهم وحاضرهم. وتابع باسيل: تفضلوا سلموا المحتكرين الهاربين إلى القضاء، وقفوا كذب ومحاضرات عن الفساد يا أفسد الفاسدين. وختم كاتبا: على كل حال تكتل رح يقدم بكرة اقتراح قانون لمكافحة المضاربات والاحتكار ولتشديد العقوبات وإلى السجون در.
أشارت وزارة الطاقة والمياه في بيان إلى أنه بعد استكمال كل التحضيرات الإدارية والتقنية بين الجانبين اللبناني والعراقي فيما خص الاتفاق الموقع مع دولة العراق لاستقدام 1,000,000 طن من الفيول الأسود لمدة سنة واستبداله عبر مناقصات سبوت كارغو شهرية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وبعد الموافقات من الجانب العراقي على دفتر الشروط والشركات المشاركة، أطلقت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه المناقصة الأولى لاستبدال حوالي 84,000 طن من النفط الأسود بحوالي 30,000 طن من الفيول الثقيل جريد بي وحوالي 33,000 طن من الغاز أويل، وقد فازت بالمناقصة شركة بترول الإمارات الوطنية. بعد إعلام الجانب العراقي بالنتيجة النهائية، ستستقدم الشركة الفائزة بالمناقصة الفيول المستبدل إلى لبنان بعد حوالي أسبوعين من تاريخ تسلمها شحنة النفط الأسود من العراق بين 3 و5 أيلول. على صعيد آخر، مجموعة من الناشطين ومن عائلات مرضى السرطان ينفذون اعتصاما في حديقة جبران خليل جبران أمام مبنى الأسكوا للمطالبة بتأمين الدواء لعلاج السرطان. هلا نحن بدنا نحارب على جبهتين، بدنا نحارب كرمال حياتنا وبدنا نحارب الدولة يلي حرمتنا من الدواء. انت وقت تروح على الحج وتقول انت تعطي نفسك للرب، كيف لك قلب؟ هيك بيقول لك الرب، بيقول لك انه تقتل العالم بطريقة غير مباشرة، بيقول لك انه ما تعطيهم دواء السرطان. الله يسامحك. هودي جماعة حياتهم بخطر، هونيك فينا نستغني عن تانك بنزين، عن نتفة مازوت يومين ثلاثة، هون لا، موت محتم، نحن هون انتحار، إذا حدا منا بيقبل الانتحار بكون أكيد منه طبيعي. هيدا الموضوع ما حدا بيحله إلا الدولة، وأنا من هون بصرخ وبناشد حاكم مصرف لبنان والكل المسؤولين يشيلوا إيدهم السياسية عن مرضى السرطان والأمراض المزمنة. A cancer survivor person. I went into this experience and I feel what if everyone who is here, you have to do something in the United Nations. وزارة الصحة يلي هي مفترض تكون المرجع لكل مريض سرطان، نتصل فيهم، أكيد اجتماعات ما في، مواعيد بتتأجل، طلبنا كذا موعد، التقينا بسعادة المدير هون، طلبنا كذا موعد ما في معيد، حكينا المستشار يلي هو الأمير الناهي، المشكل عند حاكم مصرف لبنان، نتصل بمصرف لبنان، المشكل عند وزارة الصحة. أكيد راح وصل صوتكم، وجعكم وجعي، وجعكم وجعي، همكم همي، مشكلتكم مشكلتي، وهيدي أساس الإنسانية، وأنا كمنسقة الشؤون الإنسانية فيكم تعولوا علي. نعود إلى الزميلة جويس نوفل للمتابعة معها حول جديد التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون في ملف التحويلات المالية إلى الخارج. جويس يعطيك العافية، كنا عم نسألك متى تقريبا سيصدر التقرير الأولي للقاضية غادة عون، وإذا في معلومات عن أبرز ما يتضمنه. القاضي غادة عون مدعي عام جبل لبنان أنهت القرار، وكان من المفترض يعني أن يصدر اليوم، ولكن بالتأكيد سيصدر هذا القرار بحسب معلومات الـ OTV يوم الاثنين بشأن ما يعرف، ما بيت يعرف بملف شركة مكثف والتحويلات المالية الخارجة عن القانون مثل ما فينا نقول. بحسب أيضا المعلومات أنه القاضي عون ادعي بهذا القرار على عدد من الأشخاص، من أبرزهم ميشيل مكثف صاحب شركة مكثف وشركة مكثف على أحد المصارف، وأيضا صاحب هذا المصرف، وأيضا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامي. أرقام كثير تم استنتاجها من قبل الخبراء اللي عملوا ركة على تحليل الداتا وتفكيك الداتا واستنتاج كل الأرقام والتحويلات. هناك أرقام بالفعل يعني صادمة، خليني أقول أكثر، مليارات بالمليارات تم تحويلها، لكن الرقم المستغرب هو 500 مليون دولار. هذا الموضوع كان بين الأموال المستلمة والمسلمة من قبل شركة مكثف بعام 2000
و19 تبلغ يعني يبلغ هذا الموضوع حوالي 500 مليون دولار. ولكن البارز بهذه النقطة ريتا انه ال 500 مليون دولار هم مش معروف مصدرهم، يعني مصدر مجهول، وهون يطبق قانون تبييض الأموال، لأنه بالتأكيد بحسب المصادر القضائية جرى التلاعب بالداتا وحذف كل المعلومات المتعلقة بهدول 500 مليون دولار. وأيضا عدا عن مليارين ونصف دولار يلي ثبت أنه تم تحويلها من قبل المصارف اللبنانية من بعد فترة 17 تشرين الأول 2019، يعني مبلغ كثير كبير تم تحويله من قبل المصارف الوقت اللي كان المواطن اللبناني عم ينزل على أبواب المصارف في معظم الأحيان وعم ينطوا دوره من شان مبالغ قليلة جدا جدا لا يعني حاجيات وضرورات للمواطن اللبناني، فكان البعض عم بحول الأموال من دون أي حسيب ولا رقيب. تحديدا بهذه النقطة تقول مصادر قضائية متابعة ومواكبة أنه تهمة، خلينا نقول يعني حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التهمة إن كان ما مكثف وأيضا صاحب المصرف هي تحت يعني بقصد ضرب الاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية، لأنه انطلاقا من أنه حاكم مصرف لبنان هو المسؤول المباشر عن كل هذا الموضوع، كان عن لجنة الرقابة على المصارف أو لجنة التحقيق الخاصة، ولم يقم بحسب المعلومات وبحسب المصادر المتابعة بأي إجراء للحد أو لإيقاف هذا الأمر يلي كان على مرأة منه بطبيعة الحال، وهو كان على علم بكل هذه التفاصيل. أيضا في أشخاص ثانيين رح يكونوا من ضمن المدعى عليهم بهذا الملف، ملف شركة بنكتة بالقرار اللي رح يصدر نهار التنين. إشارة أخيرة أيضا لريتا أنه القاضي غدعون وبحسب المعلومات كان طلب التعاون قضاء إن كان من سويسرا كان من فرنسا وإن كان من الولايات المتحدة الأمريكية، التجاوب أتى من سويسرا ويعمل على هذا الأمر بانتظار رد فرنسا يلي بتاخذ الإجراءات بعض الأوقات، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا جواب لا سلبي ولا إيجابي حول هذا الموضوع. أنت بانتظار يوم الاثنين حيث تتكشف يعني تفاصيل القرار والذي سيصدر عن القاضي غدعون. شكرا لك يا زميلة جويس نوفل على كل هذه المعطيات. على صعيد آخر، أعلنت شركة OMT في بيان أن رئيس مجلس إدارة الشركة توفيق معوض اجتمع اليوم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمناقشة ما يتم تداوله في الإعلام حول مشروع تعميم يقضي بتسليم التحاويل المالية الواردة من الخارج 50% بالدولار الأمريكي و 50% بالليرة اللبنانية. وأكد سلامة لمعوض أن هذا التعميم لم يصدر، وشكر رئيس مجلس إدارة OMT حاكم مصرف لبنان على إيجابيته وتفهمه للأوضاع الاجتماعية والإنسانية، وعلى اعتباره أن أموال المغتربين هي الأكسجين الأساسي الذي يغذي الاقتصاد اللبناني، وأن التحويل المالية قد ساهمت في نزع فتيل أي انفجار اجتماعي. الأموعة تشعل الحرب بين فنيدق وعكار العتيقة، وجولة النزاع القديم المستجد تحصد ضحيتين. التفاصيل في تقرير للزميل جورج عبود. القصة مش قصة رمانة، القصة قلوب مليانة. فكيف إذا كان الخلاف على ملكية الأموعة المعروفة بجنة عكار والمصنفة سياحية وعم تستقطب الزوار مؤخرا نظرا لجمال طبيعتها؟ هو خلاف عكاري على ملكية المشاع بالأموعة بعود للسبعينيات، فشل القضاء حتى الساعة بإصدار أحكام لحسم الجدل الدائر بين بلدتي عكار العتيقة وفنيدق. وكل ما دق الكوز بالجرة بهالمساحة بتندلع اشتباكات مسلحة بين أولاد المنطقة الوحدة. الشاب المهندس رامي البعريني من بلدة فنيدق وغازي ميطا ابن بلدة عكار العتيقة ضحايا النزاع المستجد مؤخرا، سقط خلاله أيضا عدد من الجرحى بالإضافة لأسر عدد من المواطنين تم تسليمهم لاحقا للجيش اللبناني. هذا الشاب علي درويش أسير لقلنا، نحن ما ضربناه بس وقت اللي كان بإيده سلاح ومسلح ومتشعب وعم يقمص علينا طبين، هني طبين طبين، لا أسير ما حدا يغلط معه، طبين طبين وين؟ طبين بالجبال
اوصوا مهندس، مهندس عم بكسر بالاموعه بالجلود، الله لا يعود عليكم. ثابت بالموضوع حتى الساعه انه سبب الخلاف هو على خلفيه تقطيع الحطب من وادي الاسود بالاموعه، طور لانتشار مسلح واطلاق نار متقطع على مدى يومين، استعمل خلاله كافه انواع الاسلحه الرشاشه المتوسطه والثقيله، ترافق مع روايات متناقضه بين رؤساء البلدتين اي فنيدق وعكار العتيقه، وتقاذف بالمسؤوليات حول الجهة يلي أشعلت الاشتباك المسلح. طريق على الأموعة لا قانوناً ولا عرفاً ولا شرعاً إلهم، كانوا كبارنا فاتحين لحق الجوار درءا للفتنة سكرناه اليوم، سكرناه بقرار مبرم ما حدا قالوا دخلي فيه بفنيدي. بي خمي خيي عمي. على الطريقة اللبنانية جهود مكثفة تمت من قبل القيادات السياسية والدينية والشعبية من أجل التهدئة بين الطرفين، حيث تم سحب جميع المسلحين من أبناء فنيدق من الوادي الأسود، وتم تسليم المنطقة للجيش لحفظ أمنها وإعادة الهدوء. إشارة إلى أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان ناشد أهالي المنطقتين بالمبادرة فوراً لحقن الدماء والاستماع لصوت الحكمة. بالسياق ذاته ناشد التيار الوطني الحر أهل فنيدق وعكار العتيقة التهدئة ووضع لغة العقل حقناً للدماء، كما طالب التيار القوى العسكرية والأمنية بالمسارعة على التدخل وفضل الإشكال الحاصل تداركاً للفتنة. إطلاق نشاطات مشروع التمكين البلدي في لبنان والتفاصيل في تقرير لزميلة روبا الفرن. ازداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بلبنان غير المستقر اصلا سوءا مع وصول 1.5 مليون نازح سوري الى الاراضي اللبنانيه، وكانت البلديات اللبنانيه اكثر من تاثر بهذا الامر. من هون كان اليوم فرصه مهمه للبلديات واتحادات البلديات العشرين لتقديم مقترحات لتمويل الخدمات الاساسيه ومشاريع التنميه الاقتصاديه المحليه كجزء من احدى نشاطات مشروع التمكين البلدي، وهو مبادره مشتركه بين UNDP واليون هابيتات وممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات. مشروع حاضنة أعمال نخلق مجال وفرص عمل جديدة لشباب وسكان المنطقة من مختلف الأعمار حتى يقدروا من خلال التدريبات اللي رح يخضعوا لها ونتيجة دراسة السوق اللي رح نعملها يخلقوا هالمؤسسات الصغيرة بشكل أنه يقدروا يستفيدوا لقدام، أنه يكونوا عم يحصلوا على مردود خاص. نحن عندنا الحسبة بتشجع اقتصاد الزراعي بالقضاء وبتبيع بالجملة. الحسبة عندنا صار عمرها 30 سنة، فخلال 30 سنة البنية التحتية صارت تعيسة، بحالة تعيسة جدا، فهو المشروع هو تأهيل هذه البنية التحتية من أول وجديد، لأن إذا خربت هذه البنية التحتية وبطل في إمكانية وصول للمشروع بده ينتقل سوق البيع بالجملة لمناطق عشوائية. هذا إذا انتقل لمناطق عشوائية ببطل في عنا رقابة، ببطل في عنا تنظيم صحي، ونحن هذا الشيء بدنا نتجنبه. مشروع متكامل مقسم على 4 مكونات أساسية تدخل بأمبريلا واحدة، هي التنمية الاقتصادية الاجتماعية وتأمين فرص العمل للشباب وتحسين مستوى العيش، تدريب المهني، التمكين الزراعي، ريادة الأعمال ودعم النساء. هالمشاريع المختارة رح يتقدم للدعم المالي والمساعدة الفنية للبلديات واتحاداتها. The project was born kind of out of the perspective to really address the Syrian refugee crisis currently because of the current situation with the economic crisis as well as the socio-economic impact of COVID-19. We really think it's very pertinent still to support Lebanon through this crisis. واكبت مؤسسة رني معوض مشروع التمكين البلدي من البداية لما انطرح كول للبروبوزلز، تم دراسة كل الملفات مقابل معايير محددة، وعلى أساس هاي الدراسة تم تحديد 18 بلدية واتحادين
خضعوا لتدريبات مكثفة ولجلسات كوتشينج لتطوير مشاريعهم بشكل أنه يستجيبوا للحاجات المجتمع المحلي وأنه يستجيبوا لأزمة السوريين الموجودة حاليا. مشاريع البلديات حتكون 330، مشاريع الاتحادات حتكون 530,000. في خطوة تالية يقوم مشروع التمكين البلدي بدعم تنمية وتنفيذ 8 مشاريع بلدية ومشروعين من اتحادات البلديات حتى عام 2022، أما المشاريع المتبقية فسيؤمن إلى الدعم عبر شركاء ممولين آخرين من خلال المعرض البلدي. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وبحث معه في اقتراح القانون المقدم من تكتل لبنان القوي لإعطاء مساعدة اجتماعية للقطاع العام تشمل العسكريين والإداريين والمتقاعدين، وتقضي بمنح 40% من الراتب شهريا لمدة سنة. كما جرى عرض لوضع المستشفيات والآلية التي يجب أن تعتمد بشكل طارئ لكي تصل الحقوق إليهم، خصوصا فيما يتعلق بتجهيز المستشفيات الحكومية ومستحقات المستشفيات الخاصة. وتطرق البحث أيضا إلى موضوع سعر الصرف المعتمد للمودعين والبالغ 3900 والفارق الشاسع بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والذي يدفع ثمنه المودعون. كذلك بحث كنعان مع وزني في مشروع قانون الاعتماد الاستثنائي المحال من الحكومة بقيمة 1200 مليار ليرة، والذي سيكون من المواضيع التي جرى بحثها في الاجتماع على طاولة لجنة المال والموازنة مطلع الأسبوع المقبل. أعلن تكتل الجمهورية القوية في بيان عن توقيع نوابه على عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وبعض الوزراء فيها لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم، والذي أدى إلى الأزمة المعيشية الخانقة لا سيما أزمة المحروقات والكهرباء والدواء على حد ما جاء في البيان. وأوضح النائب جورج عايس أن العريضة تحتاج إلى توقيع 26 نائبا يشكلون 5 أعضاء المجلس لكي تسلك مسارها القانوني، مؤكدا أن كتلة القوات ستمضي قدما في مشاوراتها من أجل جمع التواقيع النيابية المطلوبة حتى ولو تشكلت حكومة جديدة، لأن مسؤولية الحكومة الحالية لا تنقضي إلا بمرور الزمن على الإخلال بالواجبات الوظيفية. الخبير القانوني والدستوري دكتور عادل يمين شرح عبر الأو تي في الآلية القانونية لهذه العريضة. طبعا مارس تكتل الجمهورية القوية حقه بتقديم عريضة اتهام، إنما هذه العريضة اللي بتستند بالأساس للمادة 70 من الدستور اللي بتعطي الحق للمجلس النيابي باتهام رئيس الحكومة والوزراء بالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم أو بالخيانة العظمى وبإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هذه الخطوة تستلزم تأييد من قبل المجلس النيابي، ولكن المبادرة الأولى تتم على أساس أن يوقع عريضة الاتهام 5 أعضاء المجلس النيابي، أي 26 على 128 حتى تكون مقبولة من حيث الشكل كخطوة أولى، وحتى يتمكن رئيس المجلس النيابي من إبلاغ العريضة إلى الأعضاء البرلمان وكذلك إلى الأشخاص المعنيين بالاتهام، أي رئيس الحكومة والوزراء. ولا أعلم إذا كان تكتل الجمهورية القوية قدر جمع توقيع 26 نائب من أصل 128، وإلا بتكون الخطوة الأولى مبتورة وما بتكون قلعت، لأنه عديد أعضاء الجمهورية القوية بقدر صار 13 بعد انسحاب نائب أول في بداية عمر المجلس النيابي ونائب ثاني مؤخرا أو يعني بتركه أو تم يعني طلبه طلب منه ترك الكتلة ما بعرف، وبالتالي صار عدد 13، يعني بعدهم بحاجة قد عددهم ليقدروا يعملوا الاتهام، طلب الاتهام دعني أقول. ثانيا المفروض طلب الاتهام يتضمن تحديد الإخلال بالواجبات المترتبة، شو موضوعه وشو مواضع وشو الوقائع بالتفاصيل، ولا يصح أن يكون اتهام عام سياسي
انه مسؤولين عن الأزمة الاقتصادية. ما عم بقول انه منهم مسؤولين على رئيس الحكومة والوزراء، وانا كنت من اول نهار ومنذ استقالة الحكومة انتقد تقاعسها عن تصريف الأعمال وتلكؤها في القيام بواجباتها بالتصدي للأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. ولكن وقت لما بدنا نوصل لخطوة قضائية برلمانية، بالتالي لازم تكون طلب الاتهام طلب متماسك، ويشترط بحسب قانون المحاكمات لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أن يكون طلب الاتهام متضمنا بصورة واضحة مواضع الفعل المشكو منه وطبيعته ونوعه، حتى يتمكن المعنيين من الدفاع عن أنفسهم. وفي فارق بين الاتهام السياسي العام اللي بيستند على عناوين فضفاضة واتهامات إجمالية، وبين الخطوة القضائية البرلمانية. أشارت كتلة الوفاء للمقاومة إثر اجتماعها الأسبوعي إلى أن تفاقم الأزمة العامة في البلاد وما ينتج منها من تداعيات متلاحقة وخطيرة، ليس انقطاع الكهرباء أو فقدان البنزين والمازوت والأدوية إلا عينات ونماذج منها، يجب أن يفضي إلى إنجاز التشكيلة الحكومية. وتطرق بيان الكتلة أيضا إلى عمليات الدهم الأخيرة على أكثر من صعيد. إن كتلة الوفاء للمقاومة تجدد قناعتها بأن الحكومة هي التي تمثل الإطار الدستوري والواقعي السليم لتقرير السياسات ومعالجة المشكلات، وأن غيابها يشكل ثغرة يمكن أن ينفذ منها طامعون وعابثون، أو أن يتسلل عبرها أعداء خارجيون لهم مصلحة في تخريب بلدنا وتعطيل دوره وتبديل موقعه على خارطة الصراعات القائمة في منطقتنا، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر جدية تطال الوجود والهوية معا. فاصل إعلاني قصير ونتابع بعده النشرة. تيست استاذ سليم. تيست 1 2. بعد شوي بليز. تيست 1 2 3 1 2 3. ماشي الحال. تيست.
أهلا بكم من جديد. في الأخبار الإقليمية والدولية، نقلت وكالة رويترز عن مطلعين على تقارير الكونغرس الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن تنظيم الدولة الإسلامية جماعة خراسان مسؤولة عن هجوم كابول الذي وقع اليوم. وكان المتحدث باسم البنتاغون أعلن أن ثمة أمريكيين بين ضحايا الهجوم الذي استهدف محيط مطار كابول، حيث يتواجد آلاف الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد. وأضاف: يمكننا التأكيد أيضا أن انفجارا آخر على الأقل وقع في فندق قريب من المطار. أكد وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان أن طهران عازمة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة، مشيرا إلى أن دول الجوار تأتي في مقدمة الأولويات في فترة توليه الوزارة. وفي تغريدة له بعد حيازته ثقة المجلس النيابي بحصوله على 270 صوتا مؤيدا، عبر عبد اللهيان عن فخره بالحصول على ثقة مجلس الشورى الإسلامي ليصبح ممثلا لشعب إيران العظيم على صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، كما قال، لافتا إلى عزمه اعتماد سياسة خارجية متوازنة وناشطة وذكية مبنية على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة. الختام مع حال الطقس. مساء الخير. طقس الصيف رطب عم بيسيطر على اجوائنا للايام اللي جايه، ولبكره جونا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، ودرجات الحراره رح تتسجل على الشكل التالي. نبدا جولتنا مع عكار و32 درجه، 33 بطرابلس، 32 بالعاصمه بيروت وايضا بسور. ننتقل الى بعلبك مع 35 درجه، 24 باللؤلؤ، 34 بزحله و29 بجزين. نسبه الرطوبه عم تسجل اقصاها على السواحل 80%، رياح اتجاهها جنوبي غربي وعم بتسجل سرعتها 30 كيلومتر بالساعة وحال البحر هادي. كيف رح بكفي طقسنا للايام اللي جاية؟ مثل ما ذكرنا لبكره جونا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، درجات الحرارة عم بتسجل 32 درجة وبتستقر على هالشكل لغاية نهار الاثنين، وجونا قليل الغيوم الى غائم جزئيا. هون بنوصل لختام نشرتنا، لاقونا بكره بنشرة جديدة. تصبحوا الف خير. نشرتنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر otv.com.lb، عبر حساب OTV على يوتيوب، وعلى كافة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام. والآن ننتقل إلى الزميلة غريس مخايل لمتابعة حلقة جديدة من برنامج رح نبقى سوا. مساء الخير غريس.